السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي متابعي ومشتركي قناة سمارت إنجليش الكرام، لكم منا كل تحية وتقدير واحترام. بحبكم في الله ربنا يعلم، وبشكركم على وجودكم معايا على قناة سمارت إنجليش. النهاردة يا شباب معانا قطعة فهم غاية في الأهمية، هنتناول هذه القطعة الفهم بالدرس والتحليل والتفصيل زي ما تعودنا. هنشوف تفاصيل كبيرة جدا في هذه القطعة. القطعة يا شباب زي ما أنتم عارفين أنها بتتكرر في توفل القاهرة بشكل أساسي، وأحيانا بتيجي في توفل عين شمس وأيضا توفل اندست. بس تنويه بسيط كده يا شباب، عايز اقول ان ما تعتمدش على التوقعات بشكل كبير، لكن اتعلم المهارات اللي تأهلك ان انت اي قطعة تقدر تحلها. لو فهمت الاستراتيجيات وتعودت على طريقة حل قطع الفهم، اي قطعة ايا كانت سواء درستها قبل كده او شفتها او ما شفتهاش هتقدر تحل فيها وتجيب فيها سكور عالي جدا. فما تقلقش، لازم تركز على المهارات قبل ما تركز على الصدف او التوقع للقطع الفهم. يبقى قطعة اليوم اسمها الحرفيون في الأحياء الريفية بأمريكا الشمالية، The Artisans يعني الحرفيون. هنتناول هذه القطعة يا شباب بالتفصيل، هندرس فيها vocabularies و language notes مفردات لغوية وملاحظات لغوية، وكمان هنتدرب على structure البناء بتاع الجمل، وكمان هدربك على استراتيجيات حل الأسئلة بمختلف أنواعها. هعلمك إزاي تتقن إن أنت تضبط وقتك في حل هذه القطع الفهم، لان ده المهم جدا انك تعمل تايم مانجمنت يعني ادارة جيدة للوقت بتاعك اثناء حل قطع الفهم. يلا بينا نشوف تفاصيل The Artisans الحرفيين، ونرجع مع بعض تاني بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم يا شباب اللي اول مره يشوفنا، انا انور ودي قناه سمارت انجلش. يا ريت تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس على اشعارات الكل حتى تتمكن من متابعه كل جديد وحصري على قناه سمارت انجلش اللي متخصصه في كل ما يخص التوفل بجميع اقسامه في الريدنج والليسننج والستراكشر اند ريتن اكسبريشن. يلا بينا على بركه الله نبدا اول جزئيه، واحنا زي ما تعودنا يا شباب ان احنا بنبدا بالمين ايديا. تو تيك اوت ذا مين ايديا يو هاف تو ريد ذا فيرست تو لاينز اوف ايفري باراجراف. يعني عشان تطلع المين ايديا لازم تقرا كل سطرين او جملتين من اول فقره في هذه القطعه. زي ما حضراتكم شايفين كده باللون الازرق ده، انا حددت جزئين او سطرين اهوت في بدايه الفقره الاولى، وايضا سطرين في بدايه الفقره الثانيه، وكمان سطرين في بدايه الفقره الثالثه. ده هنطلع منهم المين ايديا يا شباب. لما تيجي تطلع المين ايديا لازم تقرا اول سطرين بمعنى اصح. هنقول كده بالظبط: From their inception, most rural neighborhoods in colonial North America included at least one carpenter, joiner, sawyer. يقول من البداية معظم الأحياء القروية في المستعمرات في أمريكا الشمالية أو الأحياء القروية المستعمرة في أمريكا الشمالية بتحتوي على الأقل فيها نجار وجاينر ايضا يعني نجار اللي هو بيكمل خشب مع بعضه او بيربط الاخشاب مع بعضها، سوير اللي هو النشار اللي بينشر الشجر ويقطع الاشجار الى قطع، اند كوبر ان وود وركينج وصانع البراميل. ايضا كلمة كوبر يعني صانع البراميل في اعمال الخشب، يبقى وود وركينج اللي هي الاعمال الخشبية. كمان اويفر يعني نساج، اند تيلر وخياط فور كلوثينج production لانتاج القماش او الملابس. اوكي، يبقى هنا كده طب الورد في ذهني بدايه كده بيتكلم عن الحرفيين وانواع الحرفيين في اول فقره من الباسج اللي احنا شغالين عليه. اوكي، شوف الفقره اللي بعدها شباب، بيقول sometimes artisans transformed material provided by customers. بيقول احيانا الحرفيون بيحولوا بعض المواد الخام المتاحه عن طريق المستهلكين او الزبائن الى قماش صوفي. At the farm في المزرعة. From the wool of the family sheep للأصواف من قطيع الخراف. The chairs بيصنع ايضا كراسي or tables او ترابيزات. From wood من الخشب. Cut into the customers on اللي قطعت من اخشاب تخص المستهلك. يبقى في الفقرة التانية اداني معلومات اكتر عن المواد الخام اللي بيستعملوها وبيصنفوها وبيوظفوها في خدمتهم في السوق المحلي عن طريق الحرفي. تمام، نشوف الفقرة التالتة ايضا في بدايتها عشان نستخرج وتكتمل المين ايديا في ذهنك بشكل كبير جدا. بيقول الى حد بعيد في عن قدراتهم، to the best of their ability، الى حد كبير عن قدراتهم. colonial artisans يعني الحرفيون اللي في المستعمرات حاولوا tried to يعني حاولوا ان keep their shops ان يبقوا على محلاتهم او متاجرهم
as efficient as possible. تكون محلات مجهزة يعني كلما كان في الإمكان, و efficient يعني كفء فيها كفاءة, and to regularize their schedules, ويحافظوا بشكل تدريجي على جدولهم للأعمال, and methods والنظريات أو الطرق of production للإنتاج, the best return, حتى يحصلوا على عوائد عالية جدا on their investment لهذا الاستثمار الخاص بهم. كده يا شباب الفقرة العامة كده جوه قطعة فهم الحرفيون وضحت بالنسبة لك, وأصبح عندك تصور شامل عن محتوى هذه الحرفيون والحرف الخاصة بهم, موجودة من بدء تكون هذه الأحياء الخاصة بالقرى الرورال نيبرهودز في شمال أمريكا. ذكر المكان, وعلى الأقل هذه الأحياء بتحتوي على نجار ونشار وأيضا صانع خشب ونساج وخياط, على الأقل في تعدد لهذه الوظائف. أيضا في الفقرة التانية ادينا معلومات عن المواد الخام اللي بيستعملوها وتحويل الصوف الى خيوط عن طريق اليام سبان, تمام, وكمان بيستخدموا اصواف الخرفان من القطعان, وكمان الاخشاب بيصنعوا منها تشيرز وتيبلز يعني كراسي وترابيزات. كمان في هذه الفقرة يا شباب اضاف لنا ان الحرفيون في هذه المستعمرات بيبذلوا قصارى جهدهم عشان يكون محلاتهم تعمل بشكل كفء, وكمان بينظموا وقتهم حتى يكون لهم دخل وعوائد كبيرة جدا لهذا الاستثمار. يبقى كده ايديا اصبحت كلير يعني واضحة بالنسبة لك ومتبلورة في ذهنك, عرفت القطعة بتتكلم عن ايه. طبعا هذا الكلام انت بتستغرقش فيه دقيقتين ثلاثة يعني, لكن مع الشرح بياخد وقت اطول. هنشوف بقى the first question وهو جاي لوحده عن المين ايديا, فنشوف كده بيقول ايه, ومع تغير صيغة السؤال ما تخافش ابدا, هو برضو بيكلمك عن المين ايديا بتتكلم عن ايه. فنشوف number 10 بيقول what aspect of rural colonial north america does the passage merely discuss. يعني كلمة aspect يعني منظور او وجهة نظر, بتساوي point of view, تمام. يعني ما هو المنظور للمستعمرات القروية في شمال امريكا اللي القطعة بتناقشه تحديدا بشكل رئيسي, يعني المين ايديا ايه. طيب تعال نشوف الخيارات المتاحة لدي ونختار the best answer. هل number one farming practices يعني الممارسات الزراعية, يعني هل القطعة بتكلمنا عن ممارسة الزراعة, ده ما جابش سيرة الزراعة خالص, طيب يبقى دي mistaken or wrong, number one is wrong. okay, number b the work of the artisans يعني أعمال الحرفيين, أعتقد هذه هي الإجابة السليمة اللي معانا. طبعا هي الإجابة الصحيحة في الاختيار, لاني واضح من خلال القطعة زي ما احنا قلنا ان هو بيكلمني عن اعمال الحرفيين. طيب هل هي the character of rural neighborhood صفة او مميزة من مميزات الاحياء القروية, rural يعني قروي, تمام؟ لا طبعا ما هيش صفات الاحياء القروية, لان هو بيتكلم عن دور الحرفيين جوه هذه المجتمعات, تمام. نمبر دي types of furniture that were popular يعني انواع الاثاث اللي كانت شعبية ومشهورة في ذلك الوقت. لا ده هو ذكر بس ان بعض الحرفيين زي النجارين بيقوموا بتصنيع بعض الاثاث زي tables والchairs وحاجة زي كده, لكن القطعة in general والmain idea عبارة عن the word of artists. The word inception in line one is closet in the meaning two. بيقول الكلمة اللي اسمها inception في السطر رقم واحد هي قريبة في المعنى من investigation, location, beginning, records. كلمة investigation يعني التحريات, تمام, location يعني الموقع, beginning البداية, وrecords يعني سجلات او كverb معناه يسجل. نشوف مع بعض في القطعة كلمة inception وعلمك استراتيجية مهمة جدا, الكلام اللي جاي مهم اوعى تروح في حتة. وادي يا شباب الكلمة اللي اسمها inception اللي موجودة معايا في line 1 في السطر رقم 1, فخلينا نعمل guessing تخمين لمعنى الكلمة دي. for their inception يعني منذ البداية, for their initially أو for their start منذ البداية. بيقول most rural neighborhoods in colonial North America included at least one, بيقول من البداية بتاعتهم من منذ بدء هذه المجتمعات اللي فيها حرفيين في الأحياء الرعوية أو القروية في أمريكا الشمالية. يبقى كلمة inception معناها البداية, يبقى إذن أدق اختيار معانا يا شباب اللي هو كلمة beginning, تمام, ويبقى ده الاختيار السليم اللي موجود معانا. أيضا لو رحنا يا شباب على السؤال number 12 بيقول the word fabricating in line 3 is closet in meaning 2. بيقول الكلمة اللي اسمها fabricating يعني التصنيع اللي موجودة في السطر رقم 3 قريبة في المعنى من
constructing يعني تأسيس، altering يعني التغير أو التغيير، selecting يعني اختيار، demonstrating التوضيح والشرح. أنهي اختيار فيهم؟ طبعا زي ما انت فاهم كده كلمة constructing بتساوي fabricating، ودي الإجابة السليمة معانا هنا يا شباب. خلينا نتأكد برضو من معنى هذه الكلمة اللي موجود معانا في line 3 ونروح عليه بالظبط كده. فبيقول لي fabricating. طيب ايه الاستراتيجية اللي حضرتك هتعلمها لنا في استكشاف معنى الكلمة؟ قلنا دايما يا شباب وبنكرر ان لابد ان تضع الكلمة في سياق جملة، وده مهم جدا ليه يا شباب؟ لانك لو رحت مباشرة على ترجمة الكلمة بدون ما تفهم هي معناها ايه في السياق، ربما تخطئ بنسبة كبيرة جدا في الاختيار بتاعك. لذلك بننصح دارس التوفل او التست تيكرز انه يضع الكلمة المراد ترجمتها في سياق جملة، ونروح على الجملة دي كده مثلا ونترجمها ونشوف معنى كلمة فابريكيتنج يعني. كورد وينر شو ميكر، الكورد وينر اللي هو صانع الاحذية اللي هو شو ميكر يعني. فور فابريكيتنج ليذر، لتصنيع الاشياء الخاصة بالليذر اللي هو الجلد، لتصنيع الاشياء الجلدية او المصنوعات الجلدية. يبقى كلمة فابريكيتنج من خلال سياق الجملة عرفنا معناها تصنيع او مانيفاكتشرينج. السؤال رقم 13 اللي هو نمبر 13، it can be inferred from the form of the passage that the use of the artificial light in colonial times was. بيقول انه يمكن ان يستنتج، وهنا بقى بنشير الى سؤال مهم جدا يا شباب، وهو inference questions يعني السؤال المبني على الاستنتاج والاستنباط. بتقرأ معلومة مهمة جدا جوه القطعة، وبناء عليه بتطلع معلومة اخرى مستنتجة من هذه المعلومة الام. طيب من خلال القطعة، السؤال اللي احنا شغالين عليه دلوقتي بيقولك يمكن ان يستنتج من خلال القطعة بان استخدام الاضواء الصناعية في هذه المستعمرات من خلال الحرفيين كان ايه بقى وصفه عامل ايه؟ هل نمبر A specially helpful to wood workers، هل كان بشكل خاص متعاون جدا ونافع ومساعد للصناع الخشب، ولا popular in rural areas كان مشهور وشعبي ودارج يعني اللي هي الاضواء الصناعيه في المجتمعات القرويه، ولا continuous in winter بيستمر هذه الاضواء الصناعيه ايضا في الشتاء، ولا كان expensive؟ الكلام ده ما اقدرش اجاوبك عليه، هنطلع مع بعض على القطعة فوق ونتأكد من الاجابة 100% 100%. بس قبل ما نطلع على القطعة لازم تاخد معاك حاجة اسمها الكيوردز اللي هي الكلمات المفتاحية اللي هتساعدك في الحصول على الاجابة المظبوط. ناخد كلمة artificial lights ونبحث، هتلاقي الاجابة موجودة في نفس السطر اللي فيه هذه الكلمة، يلا بينا بسرعة. هنا كلمة artificial lights موجودة في القطعة، وزي ما اكدنا يا شباب انك هتلاقي الاجابة في الجملة اللي بيها هذه الكلمة اللي هي الكيورد اللي حضرتك اخدتها من السؤال. ما تنساش تاخدها معك وانت طالع من السؤال، لانك لو بحثت لوحدك بدون ما تاخد كيورد هتنسى السؤال كان عن ايه. مهم جدا الحتة دي. نشوف كده الجملة كاملة ونشوف معناها ايه. بيقول since few artisans يعني منذ العديد من حرفيين could afford، كلمة afford يا شباب دي معناها يتحمل نفقات، enough يعني القليل جدا من الحرفيين بيتحملوا نفقات الأضواء الصناعية to continue work عشان يكملوا عملهم when the sun went down عندما تغرب الشمس. يبقى هنا كان في صعوبة في ان هم يستكملوا عملهم بالأضواء الصناعية، والسبب تكلفة العالية ليها. يبقى الإجابة السليمة في هذه القطعة ان هي كانت expensive يعني غالية الثمن، تمام، وهي الإجابة السليمة. Number 14 okay. Why did colonial artisans want to regularize their schedules line 19. بيقول ليه الحرفيين، لماذا الحرفيين في المستعمرات كانوا يريدوا ان ينظموا جداول العمل بتاعهم؟ هل to enable them حتى تمكنهم to produce high quality products حتى ينتجوا منتجات ذات جودة عالية، ولا to enable them to duplicate an item many times حتى تمكنهم من ان يكرروا نفس المنتج اكثر من مرة، to impress their customers حتى يبهروا ويعجبوا المستهلكين او الزبائن بتاعتهم، ولا to keep expenses low عشان يخلوا المصاريف منخفضة يعني التكلفة منخفضة. كلمة expenses معناها مصروفات. طيب احنا ما نقدرش نجاوب، لازم نجيب هذه الاجابة من القطعة. هناخد calculate their schedules ونطلع على القطعة هنلاقي الاجابة موجودة.
وأذا شباب كلمة regularize their schedules يعني ينظموا جداول للعمل بتاعتهم and methods يعني وطرق الانتاج of production. تمام؟ ليه بقى السبب في الموضوع ده إيه؟ بينظموا عملهم وبيستغلوا وقتهم لأقصى درجة وبيجهزوا محلاتهم بكفاءة ليه؟ The best return on their investment. ودي الإجابة لهذا السؤال اللي هو لأفضل عوائد يحصلوا عليها يعني الفلوس اللي هياخدوها من عملهم في هذا الاستثمار. كلمة investment يعني استثمار. وبناء عليه يا شباب هي الإجابة السليمة هتكون معانا في number 14 رقم دي اللي بيقول فيها to keep expenses low يعني لكي يجعل المصروفات منخفضة يعني التكلفة بتاع الشغل بتاعتهم تكون أقل وبناء عليه العوائد. In the phrase resort to in line 21 is closet in meaning to. بيقول الجملة اللي اسمها resort to اللي موجودة في السطر 21 هي الأقرب في المعنى إلى protecting with الحماية بي ولا moving towards يعني التحرك للأمام ولا manufacturing يعني التصنيع ولا using استخدام. تعالى نطلع القطعة وناخد كلمة resort to ونشوف معناها ايه. هي كلمة زي ما انت شايف كده يا شباب معانا كلمة resort to في السنتنز اللي موجودة دلوقتي. والاستراتيجية اللي انا بنصح بيها في هذه الجملة انك حضرتك تقرا الجملة من اولها لاخرها وتعمل جيسنج تخمين لهذه الكلمة وما يساويها من المفردات وتروح على اقرب اختيار وتختاره. اوكي يا شباب نقرا الجملة مع بعض. For example carefully matching lumber joining a chest together without resort to nails or glue. وكمثال على هذه البساطة في العمل وبحرص شديد جدا كان بيتم تركيب الخشب كعاشق ومعشوق بربطهم لخزانات أو ضلف معينة مع بعضها البعض دون استخدام وخلي بالك بقى nails or glue. يبقى كلمة without اللي هي بدون خلتني افهم ان اللي بعدها استخدام لانه جايب اشياء بتستخدم في التصنيع اللي هي النيلز اللي هي المسامير and glue اللي هو الصمغ. يبقى كلمة resort هنا يا شباب معناها استخدام resort to. تمام؟ واللي عرفني الكيورد والفهم العام كلمة without معناها بدون بدون استخدام لمسامير او الصمغ. هنا عليها يا شباب اجابة الجملة 15 اللي كلمة resort to يبقى معناها which number 16 يا شباب the word few in lines 24 refers to. بيقول الكلمة اللي اسمها few اللي موجودة في السطر 24 بتشير إلى إيه؟ وده النوع من الأسئلة بنسميها شباب الريفرنس كويتشن يعني السؤال المرجعي بيدي لك كلمة كده ويقول لك هي بترجع لمين؟ refers back to something يعني بتشير إلى شيء. تعال نشوف مع بعض هل wood workers اللي هم العمال اللي شغالين في الأخشاب ولا finished pieces يعني القطع المصنعة المنتهى منها customers اللي هم الزبائن chests اللي هي الخزانات. وادي كلمة فيو معانا يا شباب في اخر فقرة موجود في الجزء الاخير منها. هنضع هذه الكلمة في سياق جملة كاملة عشان نعرف معناها ايه وايه المقصود بيها. فهبدأ كده من عندي كلمة the time required was not justified. وقت اللي كان مطلوب للتصنيع ما بيكونش كافي. unless الا اذا the customer اللي هو الزبون was willing to كان يرغب فيه pay extra يدفع زيادة for the quality للحصول على جودة عالية and few in rural areas where وكان القليل من ال customers من هؤلاء الزبائن بيفعل ذلك قليل قوي اللي يقول له خد وقتك وطلع لي جودة عالية من المنتج. فكلمة فيو هنا يا شباب عائدة على الكستومرز اللي هم الزبائن. يبقى بناء عليه كويتشن نمبر 16 الكلمة فيو الإجابة بتاعتها كستومرز. كويتشن نمبر 17 بيقول it can infer that the artisans referred to in the passage usually produced products that were. بيقول يمكن ان يستنتج وده النوع اللي اتفقنا واشارنا اليه سابقا ده اسمه الانفيرنس كويتشن يعني السؤال المبني على الاستنتاج والاستنباط. وفي السؤال ده شباب بيبقى مديك معلومة جوه القطعة وانت حضرتك بتبني عليها معلومة اخرى. هو هنا في القطعة بيقول كان انفيرد يمكن ان يستنتج من القطعة ان الارتيسنز اللي هم الحرفيين بيشيروا الى اشاروا الى شيء في القطعة عادة بينتجوا منتجاتهم اللي هي ايه يعني وصف المنتجات بتاعتهم شكله ايه من الاخر كده يعني. هل هي سيمبل يعني بسيطة ولا ديليكيت حساسة جدا يعني بيشتغلوا في حاجات حساسة ولا بيوتيفولي ديكوريتد يعني بيتم تزيينها بشكل جميل دي اكسبشنالي لونج لاستنج يعني بشكل استثنائي
بتستمر وتدوم لفترة طويلة. تعال نطلع بسرعة مع بعض يا شباب على القطعة ونطلع منها الإجابة المظبوطة. هاخد كلمات مفتاحية معايا وهي كلمة الارتيسيانز برودكتس بتاعته، واطلع ادور على هذه الكلمات واشوف جمل بتوصف هذه الكلمات وابحث عنها، لان هو بيكلمنا عن وصف للمنتجات بتاعتهم. سينا شباب مع بعض على الجزئية دي هنا عند الماوس كده، and methods of production اللي هي طرق الانتاج، for the best return on their investment لافضل عوائد بيحصلوا عليها من استثمارهم ده، in time في الوقت، وtools في الادوات، والmaterials المواد الخام. اوكي، while it is pleasant شيء من السرور، to imagine أن تتخيل، a woodworker عامل في الخشب يعني صنايعي في الخشب حرفي خشب، for example كمثال يعني carefully بحرص بيعمل توصيل لجزئين من الخشب مع بعضهم لكي يصنع خزانة بكل بساطة دون استخدام المسامير والجلو. يبقى الراجل ده عنده دم الماتيريالز بشكل بسيط وبدون تعقيد، والدليل انه ما بيستخدمش لا مسامير ولا حتى صمغ عشان يربط بين اجزاء الخشب. هنا ده الاشارة ان هذا الشغل والبرودكشن بتاعهم الانتاج بتاعهم سيمبل فيري سيمبل. وبكده يا شباب احنا كده خلصنا الجزء الخاص بتوف القاهرة قطعة الحرفيين. بتمنى يكون الشرح بالشكل ده افادكم. زورونا في فيديو قادم، ما تنساش اللايك الجميلة والشير عشان تفيد اصدقائك، وباكد على الشير يا شباب مهم جدا، عايزكم تنشروا المحتوى ده على قد حبكم لينا. اتمنى لكم التوفيق والسداد في اختبار التويفل، وفي انتظار فيديوهات جديدة. كان معكم انور الزاهي من قناة سمارت انجليش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.